بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم جميعا بخير. من رحاب الأزهر الشريف ورحاب المشهد الحسيني بالقاهرة، يسعدنا إخوة الإيمان أن نلتقي بحضرتكم في أولى رسائلنا عن ملتقى الفكر الإسلامي الذي ينظمه المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ووزارة الأوقاف والأزهر الشريف تحت إشراف رئاسة الجمهورية في ليالي هذا الشهر الكريم، شهر رمضان المعظم. يسعدنا إخوة الإيمان أن نقدم لكم رسالة اليوم عن الجلسة الافتتاحية لهذا الملتقى، وحضرها فضيلة الأستاذ الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف، وسماحة مفتي الجمهورية فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، والأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر، ونخبة من رجال الفكر الإسلامي والسادة المسؤولين، سماحة الأستاذ أحمد كامل ياسين نقيب الأشراف في جمهورية مصر العربية. مرحبا بسماحتكم في هذا اللقاء، وكل عام وأنتم بخير. بالصحة والسلام. نود أن نتعرف من سيادتك يعني كيف تحيي نقابة الأشراف ليالي رمضان، والإسهام أو المشاركة من جانبها مع ملتقى الفكر الإسلامي والعلاقة بينهم في هذه المناسبة الطيبة. تعتادت نقابة الأشراف أن تشارك في جميع المناسبات الدينية مع وزارة الأوقاف ومشيخة الطرق الصوفية، وبنحتفل دائما بالمولد النبوي الشريف الكريم، وبنحتفل أيضا برأس السنة الهجرية وبليلة الإسراء والمعراج والهجرة. كل هذه المناسبات نحتفل بها سويا مع وزارة الأوقاف وكل الأجهزة الدينية في الدولة. وعلى وجه التحديد فيما يتعلق بملتقى الفكر الإسلامي، وسمحتك بتمثل النقابة وفي مقدمة من يمثلها في هذه يعني الأمسية الجميلة. أنا بعتاد دائما كشيخ للطريقة الرفاعية أيضا بجوار نقابة الأشراف أن نحتفل في اليوم الثاني من رمضان بإحياء ليلة في مع مشيخ طرق الصوفية برجال الطريقة الرفاعية، وبينها بنتقل على هذا الاحتفال الكبير أشارك فيه أيضا وانضم إليه. طيب اسمح لي بقى، كيف ترى الصورة، هذه الصورة الروحية الإيمانية الجميلة التي تلتقي فيها صفوة الأئمة والدعاة وقيادات كثيرون أيضا يشاركون في ليالي تالية إن شاء الله؟ إنه ملتقى على أعلى درجة، وأسعد به في هذه الليالي المباركة من رمضان، حيث نحتفل به سويا ونتدارك أمورنا ونسمع ونلتقي ونسمع من الخطب الكثيرة الكلام المفيد والذي نستفيد به ويستفيد به الآخرين. فهي ليالي كلها تقوى وورع وهدى، ونرجو الله أن يعيد هذا الموسم وهذا العيد علينا جميعا بما فيه الخير والبركات إن شاء الله، وعلى الأمة الإسلامية جميعا، ومصر بإذن الله تسعد بهذه الأيام. في مقدمة المشاركين أيضا في هذه الأمسيات الثقافية الجميلة في رحاب ملتقى الفكر الإسلامي كان سماحة الشيخ حسن الشناوي شيخ مشايخ الطرق الصوفية في جمهورية مصر العربية. مرحبا بسماحتكم في هذا اللقاء، وكل عام وأنتم بخير. أهلا وسهلا، كل سنة طيبين جميعا، والأمة الإسلامية والعربية بخير وسلام إن شاء الله. على وجه التحديد يا فندم، يعني كيف تحيي الطرق الصوفية ليالي شهر رمضان، والعلاقة بينها وبين المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، خاصة في إطار هذا العرس الثقافي والروحي الجميل ملتقى الفكر الإسلامي؟ المشيخة العامة للطرق الصوفية تحتفل سنويا بليالي رمضان من يوم الثاني لرمضان حتى يوم 26. كل ليلة يكون فيها طريقة من الطرق إذا كانت كبيرة أو طريقتين، لأن الليالي لا تكفي جميع الطرق. يحتفلون بقراءة القرآن والأوراد والأذكار، وكل الأمسية فيها واعظ ديني، إما إنه تابع للطريقة أو غير تابع للطريقة، إذن بيكون فيها واعظ وقراءة قرآن وفي نفس الوقت أوراد وأذكار، فهي إقامة لله، ذكر وصلوات، وتلتقي مع ملتقى الفكر الإسلامي بحيث إن ما يكون هناك تضاد، بحيث بعد ما يبدأ ما ينتهي الملتقى الفكر الإسلامي نبدأ في العمل. يسعدنا أيها السادة أن يكون لنا هذا اللقاء مع سعادة السفير فضل جمعة الأزهري سفير تشاد في القاهرة. مرحبا بسيادتك في القاهرة، وكل عام وسيادتك بخير. نود أن نتعرف انطباع حضرتك للمشاركة في هذا الملتقى، وما تراه مفيدا فيه لأبناء العالم الإسلامي الذين يحرصون على حضوره من الدارسين وأبناء البعثات الإسلامية وغير هؤلاء. بسم الله الرحمن الرحيم، وكل عام وأنتم بخير.
تشاد دولة إسلامية، وفي منطقة الإسلامية من تاريخ الدخول الإسلام في تشاد سنة 46 هجري. وأبناء تشاد كثيرة في جمهورية مصر العربية التي هي الأخت الكبرى للعالم الإسلامي، ملتقى العالم الإسلامي في الأزهر الشريف يدرسون، ونحن دائما أبدا نتطلع على محبة الأزهر ومحبة مصر العزيزة ومحبة العالم الإسلامي. ولأجل ذلك هنا ملتقى عالم الإسلامي يجب أن تكون كل مسلم يشعر بمكانة الإسلام لازم يكون يحضر هذه المناسبات الإسلامية الكبرى السعيدة التي تقيم فيها أزهر الشريف والمجلس أعلى شؤون الإسلامية لجمهورية مصر العربية. هذه هي الدوافع التي دفعتني أن أحضر إن شاء الله، وتمنياتنا دائما أبدا أكون تقيم ونحضر جميعا. ولفت نظري تأكيد سيادتك على لقب الأزهري في نهاية اسم حضرتك، يعني تحدثنا سيادتك عن سر هذا الاعتزاز إن أزمت. حقيقة لأنه أنني ابن الأزهر، قد درست في الأزهر الشريف وتخرجت من كلية الشريعة والقانون في سنة 81، ولأجل ذلك أنني متعصب بالأزهريتي ومتعصب بالمحبة الأزهر، ويفضلها أزهر من أي وظيفة في الدنيا آخر، لأنه أرى لأنه مكة المكرمة قبلة للمسلمين، وأزهر هي أزهر هو قبلة العلم وحافظ المكانة الرسول عليه الصلاة والسلام. شهادة نعتز بها من سيادتك أبناء للعالم الإسلامي ومن قادة أو أبناء دولة تشاد البارزين الذين شرفوا بالدراسة في رحاب الأزهر الشريف. شكرا لسيادتك، وكل عام وأنتم بخير. وكل عام أنتم بخير، وعاد الله علينا وعلى جميع المسلمين في المشارق الأرضي المغاربة. وتحيتنا إلى رئيس الجمهورية مصر العربية وإلى الشعب المصري، إلى إمام الأكبر وقائمنا بالأزهر الشريف جميعا. أشكر الله بكل شكر بأن رمضان في القاهرة، يعني أنا فرحان جدا لأن في القاهرة مثلا في أي طريق وفي كل مساجد وفي كل يعني نواحي كل فرحان وكل يعني يتقبلون رمضان بالفرح. نفس الوضع بيكون في إندونيسيا ولا بتلاقي في بعض الفرق؟ هناك فرق بين مصر وإندونيسيا، وفي إندونيسيا في رمضان غير موجود اسمه مائدة الرحمن في كل مساجد، ولكن في مصر الحمد لله موجود مائدة الرحمن. مثلا للفقراء هم يستطيعون أن يأكلون طعام يعني لغير مسكنهم، ممكن يستطيع يأكلون الطعام في المساجد. طيب في نيجيريا ايه ابرز الملامح اللي ممكن تكون مش موجوده هنا في القاهره، او العكس الملامح اللي في القاهره هنا ومش موجوده في نيجيريا؟ والله بصراحه يا استاذنا ان في نيجيريا طبعا المسلمون كما انتم تعرفون مسلمون كثيره جدا، ولكن رايت يعني بعض الملامح التي موجوده عندنا ليست موجوده هنا، وكذلك بعض الملامح التي موجوده هنا ليست موجوده في دول معظم دول افريقيه. فمصر طبعا كما نعرف مصر الدوله الاسلاميه ودوله متقدمه والدوله لها حضاره الاسلاميه، وقد استفدت كثيرا من ملامحه. مثلا حينما يتقرب شهر رمضان الكريم تجد كثير من المصريين يتركون أعمالهم لاستقبال هذا الشهر العظيم المبارك، وكذلك يوجد أضواء. لو نظرت إلى مدينة القاهرة مثلا يوجد أضواء أنوار منيرة جدا، وهذا ليس موجود عندنا في إفريقيا، أضواء منورة. أي مكان نظرت تجد أن مصر منورة، وتعرف أن هناك يوجد شيء لأجله هؤلاء وضعوا هذه الأنوار، وهي استقبال هذا الشهر العظيم. وفي مثل كما ذكر الأخ يوجد مائدة الرحمن لكل المكان وفي كل حتة، حتى نحن في مدينة البوس الإسلامية يوجد لدينا مائدة الرحمن نفطر بها ونجتمع معا كإخوة من دول العالم الإسلامي. نتمنى لكم يعني إقامة ممتعة وسعيدة في القاهرة ونجاح بإذن الله في دراستكم. شكرا جزيلا.